الرئيس السيسي يستقبل نظيره البرازيلي بقصر الاتحادية لبحث علاقات البلدين المتميزة وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. أبو الغيط يدعو إلى وضع خطة عمل عربية عاجلة لتنفيذ وثيقة لاستجابة الإنسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين للجامعة العربية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة ويقتحم مجمع ناصر الطبي ويستهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين ويقوم بتجريف المقابر الجماعية به. الثانية عشر ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل الأخبار، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية نظيره البرازيلي لولا دي سيلفا الذي يزور البلاد، وقد أجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس البرازيل. وسيعقد الرئيسان جلسة مباحثات تتناول المباحثات العلاقات الثنائية المتميزة، التنسيق المشترك في المحافل الدولية في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة. تتزامن زيارة الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا إلى مصر مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي ظلت متميزة وقوية على مدار قرن من الزمان. وتسهم زيارة لولا دي سيلفا للقاهرة بالارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستويات أعلى بما يتناسب مع حجم الدولتين إقليميا ودوليا، لا سيما من خلال التفعيل الجاد والمتابعة الدورية للاتفاقات ومذكرات التفاهم العديدة التي تم توقيعها بين الدولتين في مجالات شتى خلال الأعوام السابقة. العلاقات بين مصر والبرازيل استثنائية لعدة اعتبارات، كالتواصل القديم بينهما والتطور الذي شهدته هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة. فالبلدان تجمعهما العديد من روابط التعاون على المستويين الاقتصادي والسياسي، وهي روابط تسير على نحو متزايد من القوة والمتانة. ويعد التعاون السياسي بين القاهرة وبرازيليا الأكثر تطوراً بالمقارنة مع عواصم أمريكا اللاتينية الأخرى. تميزت العلاقات بين الجانبين بالانتظام والهدوء بفضل التوجهات السياسية لكليهما، والتي تحافظ على التوافق بشكل كبير. ففي أغسطس من عام 2014 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الزراعة البرازيلي الذي عبر عن استعداد بلاده لنقل خبراتها في هذا المجال إلى مصر، فضلا عن تطلعها إلى توسيع حجم التبادل التجاري في كافة القطاعات الاقتصادية للمساهمة في جهود خفض البطالة، وبما يوفر اقتصادا وحياة أفضل للشعبين المصري والبرازيلي. سبتمبر من عام 2021 شكل محطة مهمة في مسار هذه العلاقات، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية هاملتون موراو، الذي أشاد بما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة. وقد شهد اللقاء التوافق بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، خاصة العسكرية والأمنية والتجارية والاقتصادية، إلى جانب الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في مصر وتشجيع السياحة البرازيلية إلى المقاصد السياحية المصرية. أخذت العلاقات بين البلدين منحا تصاعديا عقب قمة العشرين التي استضافتها الهند العام الماضي، حيث تطابقت وجهات نظر الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البرازيلي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضية الفلسطينية. كما طالب الزعيمان بتعزيز التنمية المستدامة مع حرص خاص على مكافحة الفقر
وجميع أشكال الإقصاء الاجتماعي. واليوم يحل الرئيس البرازيلي لويس إناسيوس لولا دي سيلفا ضيفاً عزيزاً على القاهرة في زيارة تحمل أفاقاً واعدة لتطوير التعاون السياسي والاقتصادي، تعاون ينهل من الشراكة المتينة التي تجمع مصر بالعملاق الأمريكي اللاتيني. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذة نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات. أستاذة نرمين، تاريخ طويل من العلاقات بين مصر والبرازيل، أهم محطات العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة برأيك؟ برحب بحضرتك بداية سادة المشاهدين. يعني هو طبعا العلاقات المصرية البرازيلية من أهم علاقات مصر مع دول القارة اللاتينية. مصر يعني في العقد الأخير حرصت على نوع من تنويع العلاقات والشراكات كنوع من يعني اهتمام القيادة السياسية بأن القرار السياسي المصري يكون مستقل عن أي ضغوط. العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية بدأت منذ عقود بانضمام مصر لدول عدم الانحياز، ثم انضمت مصر لتكتلات تجارية في القارة اللاتينية تضم أوروغواي والبرازيل ودول أخرى. مصر حتى نجحت في أن يعني تحضر بدعوات من البرازيل والهند قمة مجموعة العشرين. هناك حرص من الدولتين على التعاون في كافة المجالات زي ما حضرتك أشرت في المجالات المتعلقة بالمستوى الاجتماعي، مكافحة الفقر من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي نجحت البرازيل في تطبيقها، وكذلك نجحت مصر في العقد الأخير في تطبيقها من خلال مؤسسة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وبنك التعاون وغيرها. مجالات كثيرة للتعاون على المستوى الإقليمي فيما يتعلق ب يعني تشابه وجهات النظر في القضية الفلسطينية على سبيل المثال، ورؤية الدولتين لضرورة إعلان الدولة الفلسطينية. كذلك على المستوى الدولي هناك تنسيق كبير لمكافحة كل أشكال عدم المساواة سواء فيما يتعلق بالعدالة المناخية وتضرر الدول النامية من التغيرات المناخية نتيجة الانبعاثات الكربونية من الدول الصناعية الكبرى. البرازيل حتى وقعت في القمة الأخيرة التي عقدت في دبي على اتفاق يعني يقر بتخفيض انبعاثات الكربون وتقليل اعتمادها على الفحم. مصر تشكل رقم مهم جدا في مسألة الطاقة المتجددة، وكذلك البرازيل في الفترات الأخيرة، من ثم يعني من المتوقع أن يكون هناك تعاون في هذا المجال. كذلك هناك تنسيق بين القاهرة وساو باولو فيما يتعلق ب يعني العمل على تغيير نمط وطريقة عمل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومجلس الأمن وغيرها من المؤسسات، بما يضمن تمثيل أكبر لدول الجنوب الدول النامية في الجنوب. طيب دكتورة نرمين، يعني دول أمريكا اللاتينية كان لها موقف واضح منذ البداية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، كيف يمكن استثمار موقف تلك الدول في القضية الفلسطينية حاليا؟ يعني أنا أعتقد أنه اللقاء النهاردة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لولا دي سيلفا سيشهد مباحثات بخصوص القضية الفلسطينية والعدوان على غزة. بالأمس شهدنا برضو محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن ثم حشد الدعم على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي مع دول أمريكا اللاتينية أو دول أوروبية تتبنى وجهة نظر وسطية أو عادلة ناحية القضية الفلسطينية، سيساعد في التنسيق في الفترات المقبلة، وربما نشهد وساطات من دول مختلفة فيما يتعلق بتسوية النزاع في غزة وإيجاد حل للقضية الفلسطينية تضمن بالطبع إعلان الدولة الفلسطينية. نعم، أشكرك دكتورة نرمين سعيد، الباحثة في مركز الفكر والدراسات، شكرا جزيلا لك.
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الكارثة التي يمر بها الشعب الفلسطيني تكشف قبح المعايير المزدوجة والتعنت الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية. ودعا أبو الغيط خلال اجتماعات الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري إلى وضع خطة عمل عاجلة لتنفيذ مضمون وثيقة للاستجابة الإنسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين لجامعة الدول العربية. مأساة كبرى تكشف قبح المعايير المزدوجة. لقد عبر العرب بوضوح وعلى نحو لا لبس فيه عن رفضهم القاطع لكل محاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير السكان من أراضيهم. يتحدثون مرة عن التهجير القصري، ثم يقولون التهجير عن طريق الإقناع، كلها ألاعيب ووسائل للالتفاف حول وجود الشعب الفلسطيني. يحاولون تنفيذ مخططات التطهير العرقي وأوهام الانفراد بالأرض كلها من النهر إلى البحر وكانها أرض بلا سكان، وفيها في الحقيقة في هذه المنطقة عدد من السكان العرب أكثر من سكان إسرائيل. دعا مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك إلى تنفيذ قرار القمة العربية والإسلامية الطارئة للعمل من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي وكسر الحصار وضمان حماية وأمن الشعب الفلسطيني. كما أكد العكلوك على التحرك في كافة المحافل الدولية من أجل إقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة. قد حان لتنفيذ قرار القمة العربية والإسلامية الطارئة المنسجم مع قرار محكمة العدل الدولية الملزم لجميع أعضائه للعمل من أجل الإنهاء الفوري للعدوان الإسرائيلي وكسر الحصار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لشعبنا وضمان حمايته وأمنه. وأؤكد أننا مستمرون في الحراك في المحافل الدولية كافة لمحاسبة دولة الاحتلال ومساءلته لضمان عدم الإفلات من العقاب وتحمله تبعات عدوانه على شعبنا وصولا إلى إنهاء هذا الاحتلال وإقرار حق شعبنا في تقرير مصيره في دولة فلسطينية ذات السيادة الكاملة العضوية في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس الشريف. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر الجامعة العربية مراسل النيل منذر أبو دوح. منذر، ما أهم ما جاء اليوم في اجتماعات الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري؟ تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. كما تابعنا تفاصيل هذا الاجتماع كانت تناقش أهم قضية وهي قضية فلسطينية وآخر التطورات الخاصة بالقضية وخاصة في ظل الأوضاع المتردية في الضفة الغربية وكذلك استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قتل وإبادة الشعب الفلسطيني في غزة. وهذا ما أشار إليه الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط في كلمته والتي أكد فيه على تنديده لما يحدث من قتل وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، وطالب المجتمع الدولي بأهمية تحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات، وكذلك أشار إلى أنه يعبر عن قلقه بصدور بعض المعلومات عن أن القوات الإسرائيلية تستعد لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية والذي سيودي بمئات أو الآلاف من الفلسطينيين شهداء بسبب هذه المعلومات التي من الممكن أن تحركات الجيش الإسرائيلي ستؤدي بهذه الأعداد. لكن كذلك تأكيد المجلس الاقتصادي الاجتماعي على أهمية التدخل السريع ووضع خطط خاصة اقتصادية واجتماعية لمجابهة تلك الاعتداءات وتفعيل شبكة الأمان العربية التي دعا إليها المجلس الاقتصادي
في الجامعة العربية على مدار الأشهر الماضية لتفعيلها وضمان حقوق الشعب الفلسطيني من خلال المعونات الاقتصادية التي تقوم بها الدول العربية، وكذلك وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. نعم، أشكرك الزميل منذر أبو دوح من الجامعة العربية، شكرا جزيلا لك. يواصل جيش الاحتلال اليوم 32% على التوالي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، وارتفع عدد الشهداء إلى 28,576 شهيدا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، فضلا عن 68,291 جريح أغلبهم من النساء والأطفال. يأتي ذلك بينما أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن إسرائيل تقتل عددا كبيرا للغاية من المدنيين في عملياتها العسكرية في قطاع غزة. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع ناصر الطبي وحولته إلى ثكنة عسكرية بعد هدم السور الجنوبي. أفاد القدرة أن قوات الاحتلال استهدفت مقر الإسعاف وخيام النازحين، وقامت بتجريف المقابر الجماعية داخل المجمع، وأجبرت من تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية على النزوح القسري من المجمع منذ الفجر تحت القصف والتهديد. وأوضح القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي طالب من إدارة مجمع ناصر الطبي نقل كل المرضى بما فيهم مرضى العناية المركزة والحضانات إلى مبنى ناصر القديم بما فيهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي. أعلنت أيرلندا اليوم عن تقديم تمويل إضافي قدره 20 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وحثت الدول التي علقت التمويل على استئناف وزيادة دعمها للوكالة. كان مفوض عام وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا قد أكد أن الوكالة لن تكون قادرة على مواصلة العمل إذا كان هناك هجوم بري في رفح، متعهدا بمواصلة الأونروا لجهودها في توفير الخدمات الإغاثية أكثر من 1.5 مليون نازح في المناطق الواقعة جنوب وادي غزة برغم العراقيل والتحديات المالية الكبيرة التي يواجهونها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الأستاذة إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير المكتب الإعلامي للأونروا في قطاع غزة. يعني أستاذة إيناس، مع تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع والتهديد بالاجتياح اجتياح رفح، كيف تستطيعون مواصلة تقديم الدعم للنازحين هناك في ظل ما تتعرض له الأونروا من حملة مضادة؟ أهلا بك. بالطبع الظروف تحديدا في مدينة رفح صعبة للغاية، تكاد تكون أسوية على جميع النازحين المتواجدين هناك. طواقمنا على الأرض لا تزال تقدم المساعدات الإنسانية، توزع الغذاء والمواد الغير غذائية والطحين وما إلى ذلك على النازحين المتواجدين. لدينا حتى الآن في رفح أكثر من 1,400,000 نازح هم بالفعل مكدسون في مناطق معينة في رفح، لا يوجد أي فكرة لدى أي أحد عن أين سيذهبوا لأين سيذهبوا. بالفعل كان هناك عملية برية عسكرية أو توسيع للعمال القتال في رفح. الأمور بالفعل تأخذ منحى سيء، الظروف صعبة، ستزداد بالفعل صعوبة وكارثية إذا ما بالفعل وسعت العملية العسكرية داخل مدينة رفح. يعني الظروف اصلا المعيشيه لهؤلاء النازحين اساسا صعبه، صعب بالنسبه لهؤلاء النازحين، لا يوجد شبكات صحي، لا يستطيع الحصول على المياه النظيفه، هناك نقص في الادويه، منشات الأونروا التي لا تزال تعمل في مدينه رفح عددها يعني قليل مقارنه بالحاجات المهوله، المساعدات اصلا عددها قليل مقارنه بالاحتياجات الكبيره جدا لهؤلاء النازحين. بالتالي عمل الطواقم الإنسانية التابعة للأمر وبالأساس هو محفوف بالمخاطر،
وستزيد التحديات في حال حدوث توفي العملية البرية. طيب في رأيك أستاذة إيناس، ما هي أسباب هذه الحملة الممنهجة ضد وكالة الأونروا، رغم أن حتى الدول المؤيدة لإسرائيل سياسيا تؤكد على ضرورة مراعاة البعد الإنساني؟ يعني بالتأكيد، يعني هو أهم، يعني الوضع الإنساني هو ربما أهم يعني بعد يجب الانتباه إليه في هذه اللحظة. يعني هؤلاء عائلات فقدت كل شيء، نزحت ربما أكثر من 4 أو 5 مرات، الآن متواجدة في رفح تبحث بالفعل عن الأمان، ولا يوجد مكان آمن في غزة، يعني أين سيذهب هؤلاء النازحون؟ في ظل كما ذكرتي أصلا تجميد الدعم من 16 دولة وتهديد عمليات الأونروا ككل، سواء في غزة أو في باقي العمليات، في باقي مناطق العمليات عفوا. نعم. طيب هل تتصورين يعني مدى المدة الزمنية التي يستطيع فيها القطاع الصمود حتى بالموارد القليلة جدا إذا تم قطع إمدادات الأونروا تماما في الفترة المقبلة؟ يعني هذه كارثة محققة، يعني الأونروا بمنشآتها بالعاملين في المجال الإنساني لديها حتى هذه اللحظة لن تستطيع بالفعل التوصل إيصال أو العمل على إيصال المساعدات الغذائية في حال، أو الإنسانية بشكل عام في حال تم اجتياح بري لمدينة رفح. يعني الوضع أصلا خطير، لا نستطيع، طواقمنا لا تستطيع العمل تحت النار مثلا. نعم. بالتالي نحتاج لظروف مهيئة حتى نستطيع إيصال المساعدات الإغاثية للنازحين ولكل من يحتاجها، بالتالي يعني الأمور صعبة للغاية. نعم. أشكرك أستاذة إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير المكتب الإعلامي للأونروا في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الصحة في غزة سقوط 107 شهداء معظمهم من النساء والأطفال جراء القصف الليلي على القطاع، وأكدت الوزارة سقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف طال قسم العظام في مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وسط تحذيرات من حدوث مذبحة في مدينة رفح الفلسطينية إن أصرت إسرائيل على القيام بعملية عسكرية، طالبت قوات الاحتلال آلاف النازحين على إخلاء مجمع نصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلية حصارا صارما على مجمع نصر منذ أسابيع، وطالبت بإخلائه من النازحين الذين أجبرتهم الحرب على الفرار من منازلهم واللجوء إلى المستشفى. ويطلق جيش الاحتلال النار على كل من يتحرك داخل أو خارج المستشفى، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد كبير من الموجودين داخله. من جهتها حذرت حركة حماس من الوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى بمستشفى ناصر بخان يونس. في السياق نفسه طلبت منظمة أطباء بلا حدود بممر آمن للمحاصرين في مجمع ناصر، وقالت المنظمة إنها قلقة للغاية بشأن الوضع في المجمع، فيما دعت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى ضمان سلامة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين، مشيرة إلى أنه يجب منح من يرغب في مغادرة المجمع الطبي ممرا آمنا للخروج. في غضون ذلك أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن محيط مستشفى الأمل في خان يونس يشهد قصفا عنيفا تسبب في دمار جزء منه، ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف غرب مدينة خان يونس، ونسف مزيدا من المنشآت والمربعات السكنية في أنحاء متفرقة من المحافظة. دعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيان مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة. وردا على تقارير حول العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح، أكد البيان أن أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية. وشدد البيان أن هناك حاجة إلى التفاوض على حل سياسي لتحقيق سلام دائم بشأن القضية الفلسطينية، مضيفا أن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية وضرورة بموجب القانون الإنساني الدولي. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إن سلطات السجون الإسرائيلية نقلت الأسير الفلسطيني والقيادي بفتح مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل الانفرادي. وذكر تقرير إسرائيلي أن إدارة سجون الاحتلال اتخذت إجراءات ضد البرغوثي بدعوى أنه يعمل على تصعيد عمليات مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية.
وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تأجيل المغادرة القسرية للفلسطينيين الموجودين حاليا في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بايدن استخدم سلطته التنفيذية لحماية آلاف الفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل خلال الأشهر 18 المقبلة، مستندا إلى الخطر الذي يتعرض له المدنيون في غزة. وأشارت إلى أن حوالي 6000 فلسطيني مؤهلون للحصول على التأجيل بموجب برنامج الهجرة المسمى المغادرة القسرية المؤجلة. أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عن قلقه إزاء التصعيد في لبنان، مؤكدا أن أحد أهداف بلاده الأساسية هو عدم رؤية الصراع يتسع بأي شكل من الأشكال بالمنطقة. وقال ميلر إن الحفاظ على أمن المنطقة هدف أساسي للأمن القومي وسنواصل السعي لتحقيقه، كما أكد أن واشنطن لا تزال تعتقد بوجود مسار دبلوماسي للمضي قدما بشأن النزاع بين إسرائيل وحزب الله. نفذت قوات أمريكية وبريطانية هجمات جديدة على منطقة الجاح جنوب الحديدة غلاب اليمن، ووسط تصعيد عسكري بالبحر الأحمر تعرضت خلاله عدة سفن لهجمات من قبل جماعة الحوثي ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما شنت القوات المشتركة غارات على منطقتي الجبانة ورأس عيسى في مديرية التحيتة بالحديدة. في المقابل أعلنت جماعة الحوثي استهدافها سفينة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا صاروخين على سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال. جدد اليمن إدانته الشديدة واستنكاره للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي واقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة. يأتي هذا فيما أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من تبعات تصنيف جماعة الحوثيين جماعة إرهابية. وتدخل الخطوة الأمريكية التي أعلنت الشهر الماضي حيز التنفيذ يوم الجمعة، وتطال الجماعة بعقوبات قاسية تستهدف قطع التمويل والأسلحة التي يستخدمها الحوثيون في هجماتهم المتصاعدة على السفن في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر. أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل عن قلقها بشأن التوسع في تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله في لبنان واستهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق، والتي أدت إلى مصرع الكثيرين وتسببت في أضرار بالغة بمنازل المدنيين والبنية التحتية العامة. جاء ذلك فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع في جنوب لبنان، بينما أطلق صاروخا باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفر شوبة المحتلة جنوب لبنان. وأفاد مجلس الجليل الأعلى شمالي إسرائيل بإغلاق عدة طرق أمام حركة المرور حتى إشعار آخر، بناء على تقييم الجيش الإسرائيلي للوضع الأمني. رفضت روسيا اليوم تحذيرا أطلقته الولايات المتحدة بشأن قدرات نووية روسية جديدة في القضاء وما وصفته بخدعة من البيت الأبيض لإقناع المشرعين الأمريكيين بالموافقة على تخصيص المزيد من الأموال لمواجهة موسكو. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه لن يعلق على مضمون التقارير قبل أن يكشف البيت الأبيض عن التفاصيل، لكنه قال إن تحذير واشنطن من الواضح أنه محاولة لدفع الكونغرس إلى الموافقة على تخصيص المزيد من الأموال.
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم إن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أشرف على تجربة إطلاق صاروخ أرض بحر جديد، وأصدر كيم أوامره بتعزيز الاستعداد العسكري في المياه شمالي جزيرة بيونغ يانغ وإلى الغرب من شبه الجزيرة الكورية في منطقة خط الحدود الشمالي. يأتي ذلك بينما ضاعفت بيونغ يانغ أيضا تجارب الأسلحة، بما في ذلك إطلاق سلسلة من صواريخ كروز واختبار نظام سلاح نووي تحت الماء وإطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. قتلى وجرحى في هجمات بالمدفعية الروسية على عدة مواقع للقوات الأوكرانية. نجوب العالم، نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة عبر القمر الصناعي نايل سات. قناة النيل الأخبار على التردد التالي. النيل الأخبار معك في كل مكان. مع أخبار الاقتصاد مع الزميل حسام عاطف. تفضل حسام. شكرا لك منى، شكرا جزيلا وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها انعقاد اجتماع الدورة الوزارية 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالقاهرة برئاسة الأردن. أهلا بكم من جديد. نبدأ من القاهرة التي بدأت فيها اجتماعات الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يوسف الشمالي، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة وزراء المال والاقتصاد والتجارة بالدول العربية، حيث تتم مناقشة مشروع جدول الأعمال للدورة 113 للمجلس ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 112 والملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة في دورتها العادية 33 بمملكة البحرين المقررة شهر مايو من عام 2024، إلى جانب التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية. قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار إن سياسة هيئة المجتمعات العمرانية تتجه حاليا نحو التوسع بطرح الأراضي والمنشآت مقابل الانتفاع لتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة. جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستعراض نتائج الأعمال التي حققها مجلس الإدارة خلال جلساته المنعقدة خلال عام 2023.
ننتقل إلى البورصة المصرية التي تباين أداء مؤشراتها خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات هذا الأسبوع، مدعومة بعمليات الشراء من قبل المستثمرين المصريين. قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب. هذا وقد بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مستوى 1.04 تريليون جنيه بعد تداولة كلية بلغت 1.6 مليار جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية جي اكس 30 هبط بنسبة 0.05%، أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 فقد صعد بنسبة 1.15% من قيمته. أظهرت بيانات حكومية اليوم ارتفاع معدل التضخم السنوي السعودي إلى 1.6% في يناير من 1.5% في الشهر السابق، مع بقاء الإيجارات المرتفعة كمحرك رئيسي. وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن أسعار الأغذية والمشروبات سجلت ارتفاعا ب 1%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات ب 3.7%. على أساس شهري ارتفع معدل التضخم في يناير ب 3.1%، ومقارنة بمستويات التضخم العالمية ظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية خلال العام الماضي، بعدما كان عند 3.4% في يناير من العام السابق 2023. إلى اليابان التي انزلقت وبشكل غير متوقع إلى الركود في نهاية العام الماضي، وفقدت لقبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا، ما أثار الشكوك حول متى سيبدأ المركزي الياباني في التخلي عن السياسة النقدية فائقة التيسير والمستمرة منذ عقد من الزمان. أظهرت بيانات حكومية اليوم انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليابان ب 4.1% على أساس سنوي في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر، بعد انخفاض ب 3.3% في الربع السابق، ما خالف توقعات السوق بزيادة 1.4%. إلى هنا انتهت أخبار الاقتصاد، عودة مرة أخرى للزميلة منى الشايب مع مجموعة جديدة من أخبارنا السياسية، تفضلي منى. شكرا حسام. قال حاكم منطقة دونتسك إن القوات الروسية قتلت 8 من سكان منطقة دونتسك وأصابت 13 آخرين. يأتي ذلك في الوقت الذي قتل فيه شخص واحد على الأقل جراء إطلاق روسيا 26 صاروخا على أوكرانيا ليلا. كما نفذ الجيش الروسي 4 غارات صاروخية و106 غارات جوية و95 هجوما بالمدفعية على مواقع القوات الأوكرانية. وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الجوية قصفت 10 مناطق للتمركز قوات تابعة للجيش الروسي وسط 83 اشتباكا قتاليا جرى تسجيلها على الخطوط الأمامية للجبهة خلال 24 ساعة الماضية. بانوراما النيل ما زالت مستمرة ونتابع فيها بعد الفاصل. دراسة كندية حديثة تكشف احتمالية أن يكون عمر الكون ضعف التقديرات الحالية البالغة نحو 13 مليار سنة تقريباً.